طب في حاجة تانية اسمها ايه بقى؟ رولر. اسمها ايه؟ رولر. اللي هي المسطرة دي، شايفين المسطرة دي مالها رولر؟ ها، فور ريجولار سوليد بوديز. ها تاني، فور ريجولار سوليد بوديز. تاني اسمها ايه بقى؟ فور ريجولار سوليد بوديز. يعني انا لو جبت مثلا الكتاب ده، شايفين الكتاب ده كده؟ استخدم ايه بقى الكتاب هنا؟ استخدم رولر ولا استخدم جراديويتد سيلندر؟ لا رولر. لا ليه؟ لان ممكن اقيس العرض والطول والارتفاع بتاعها. انتوا فاهميني ازاي؟ لكن لو هي بقى ملخبطه حته زي ال لحظه كده، دي ايه دي بقى؟ ها دي ايه اللي انتوا شايفينها دي؟ ريجولر ولا الريجولر؟ ها مالها؟ ريجولر ولا الريجولر؟ يعني منتظمه ولا غير منتظمه؟ الريجولر. ها شكلها ايه؟ الريجولر. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الريجولر. اسمها ايه؟ الريجولر. طب ليه؟ عشان مش منتظمه. اما لو جبنا صندوق او علبه، ها هتبقى ايه بقى؟ ها زي الكتاب زي ما هنقول بقى ايه بقى؟ ريجولر. عرفنا يعني ايه ريجولر والريجولر؟ الريجولر دي بنستخدم ايه بقى؟ ها يا اما بنستخدم جراديويتد، ها بنستخدم ايه؟ جراديويتد سيلندر. امال الحاجات المنتظمه بنستخدم ايه؟ رولر. بنستخدم ايه؟ رولر. حد فهم حاجه؟ انا فهمت. الرولر بقى ايه؟ فور ريجولار سوليد بوديز. فور ريجولار سوليد بوديز ده اللي احنا اتكلمنا عليه، اسمه ايه؟ ميجرنج تولز. ميجرنج تولز. في عندي جراديويتد سيلندر ورولر. هننتقل بقى للحاجه الثانيه، اسمها ايه بقى؟ ميجرنج يونت. اسمها ايه؟